الحكومه مستهيه كل من على مصالحها وكل من على شغلته، واحنا ما حد له شغله بينا. مثل بالعرب يقول الشبعان ما يعرف بالجوعان. الخدمات حلم يفتقده العراقيون، تريليون دولار تصرف وما زال هذا الملف مجهولا وسط اهمال سياسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، في حصاد رمضاني هذا اليوم اللي راح نتناول فيه مواضيع اجتماعية مختلفة لكن ذات طابع سياسي. اليوم نتناول موضوع بغاية الأهمية يشغل كل مواطن عراقي هو موضوع الحكومات. الكل يعلم أن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ الاحتلال الأمريكي ومجالس نوابها وكل إعلامها قوات الأمنية بدأوا يعيشون بزوايا أمنية من العراق. هاي السلطات كان ينبغي أن توفر الأمن والأمان وتقوم بمسؤولية رعاية الشباب والشعب، خصوصا الفقراء، عوائل الشهداء، القيام بواجب صيانة البنى التحتية، مجاري، مي، كهرباء، مدارس، مستشفيات، ما شئت عدل، وحتى شق الشوارع والطرق، بالإضافة إلى توفير العمل للمواطنين كما تحدثنا في الحلقة السابقة، وتطوير القطاع الزراعي والصناعي. ولغاية الآن الملاحظ الشعب غير راضي عن الأداء الحكومي. السؤال المهم هنا، من هو المسؤول عن تردي الخدمات في العراق؟ خلونا نشوف التقرير الآتي وبعدين نفتح محاور الحديث ويا ضيوفنا الكرام. دائما نسمع القيادات السياسية تكرر هاي المقولة انه امريكا وربحها ما يخلونا نشتغل ونعمر ونرمم، ودائما تصير ردة فعل شعبية اتجاه هذا الكلام، والحقيقة الناس ما جاي تقتنع. احنا اليوم اخترنا هذا الموضوع مو حتى نبرز الكلام لكن حتى نملك شيء من تفاصيله فقط. ركزوا يانا من فضلكم، منو يدري انه 16 مفصل من اهم مفاصل الدولة العراقية تتسمى بموافقة امريكية حصرا، واذا ما توافق راح تحجز اموال النفط وبطريقة قانونية. يعني بدال ان تنطي دولار نقد تنطينا صك وتقول لك روح صرفه وين يعجبك، وهذا يعني انه السياسة المالية خاضعة لارادتهم. زين شنو يعني هذا؟ يعني تنطينا على قد الرواتب فقط ومجمدة مبالغ كبيرة تقدر بأكثر من 72 مليار دولار يمها، وهذا هو المبلغ اللي لازم يصرف للبنى التحتية. زين منو يدري ليش هيك تسوي؟ احنا نقول لكم امريكا تخاف على مصالحها بالمنطقة وما تريد تنجح التجربة العراقية، لان هاي التجربة اذا نجحت راح تتكرر بهواي بلدان خليجية ما تعرف شنو معنى الديمقراطية، وما تقدر تفرز بين صندوق الانتخابات وصندوق الطماطة. واذا صارت ديمقراطية هناك يعني امريكا فقدت اكبر زبائن صفقات السلاح واكبر البلدان النفطية بالعالم، لان حاليا انظمة حكم العوائل بعيون اهلنا طلعت انجح من الديمقراطية. امريكا تحارب اي واحد يعزف على غير وتر، وللمثال شوفوا شنو صار بالحشد. الحشد عنده عدد من المقاتلين ومبلغ للنثرية، هذا المبلغ بالحرب يروح للعمليات وبالسجن يروح للشعب. يعني الحشد يقدر يصرفهم على مشاريع خدمية، وهذا مو موائم مع سياسة الامريكان، ولازم نلقى طريقة نروح فرصة تقديم الخدمة على الحشد. فاجت سالفة المفسوخة عقودهم، وكان لازم الحكومة توفر لهم الدرجات لكن ما قبلت، واضطر الحشد أن يضحي بنثريته ويحولها إلى رواتب. إيه أمريكا هيش تلحقنا على مالاتنا، وبتردي الخدمات خالقة أجواء من السخط الشعبي. حتى بالنهاية تجي أنت وتقول إيش فايتنا لو نصير مثل دبي؟ حياة
حياكم الله مشاهدي الأحبة هاي الجلسة الرمضانية اللي حافلة بالهواء العاصف ولربما نتوقع حدوث عاصفة ترابية. باسمكم رحب بضيوفي الأكارم الأستاذ حيدر مجيد المتحدث باسم الأمان العام لمجلس الوزراء حياك الأستاذ حيدر، وكذلك رحب بالأستاذ فلاح الجزائري محافظ بغداد السابق وضيفي الكريم الدكتور عامر حسن فياض المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية حياك الله دكتور عامر. دكتور عامر يعني استمعت حضرتك للتقرير وأشار بأن هنالك ضواغط خارجية على العملية السياسية في العراق هسه على تحكم مفاصل سياسية هاي بحث، ولكن منع وصول الخدمات إلى المواطن العراقي هل بالفعل هذه الضواغط تتحكم بإنجاز الخدمات المشاريع اللي تأديها الحكومات المتعاقبة وتوصل هذه الخدمة للمواطن العراقي؟ شلون تحل لنا هاي الجزئية؟ يعني عندما نفتح ملف الخدمات حقيقة صحيح هذا الملف إلى علاقة بملفات متعددة. نحن نعرف بأن في العراق أي أزمة تحصل هي أزمة ذات طبيعة عنقودية، يعني متصلة بأزمات أخرى. من نفتح ملف الخدمات له علاقة بملفات أخرى، يعني إذا رسمنا الآن الخارطة للعراق ونريد نشخص الأزمات في العراق رح نعطيك عناوين. أولها عنوان العجز في الخدمات، ثم يأتي العوز في التشريعات، ثم يأتي العوق بالمؤسسات، ثم يأتي العبث بالمال العام، ثم يأتي العرج المعرفي، ثم يأتي العبث بالأولويات، والقائمة تطول سباعية أو ثمانية تقريبا. وفي موضوعة الخدمات أيضا يأتي موضوع العشق للاستهلاك والكراهية للإنتاج، يعني هاي كعناوين. ولابد عندما نفتح ملف الخدمات نتوقف عند مجموعة حقائق. أولها المواطن العراقي تاريخيا طلباته متواضعة وليست طلبات مبالغ فيها. الشيء الثاني، العراق يمتلك قدرات مادية وقدرات بشرية، وهذه القدرات يعني العراق غني، بلد غني وليس بلد فقير. هذه القدرات حتى لو توفرت تحتاج إلى إدارة سليمة. يعني أجيب لك مثل اليابان، يعرفون الأساتذة، اليابان ليست لديها قدرات مادية أو طبيعية، ولكن لديها قدرات بشرية، لديها عقول تحسن إدارة القدرة المتوفرة وإن كانت متواضعة. فلذلك الآن وين وصلت اليابان؟ اليابان ما عندها نفط ولا عندها حديد ولا عندها معادن، مجموعة جزر. فاستطاعت سنغافورة على سبيل المثال، هي أيضا لا تمتلك ترابا، هي تشتري التراب لكي توسع أراضيها. فالمسألة تتعلق بالقدرة البشرية وإدارة هذه القدرة. نتحدث عن إدارة القدرة ونفتح باب الملفات، نحن نفتح ملف يتعلق بوظيفة السلطة. نحن نعرف السلطة يعني أول مفصل بها هو كيف يكون هناك رضا عن هذه السلطة، رضا من قبل الشعب، رضا من قبل الناس. نعم، هذه أول مسألة لابد وأن تكون شرعية. وبالمناسبة الحديث عن الخدمات له علاقة بالحديث عن الرضا والقبول. لماذا؟ لأن الشرعية الآن يعني بالأدب السياسي الحديث ما تقوم فقط على المقبولية بالانتخابات، وإنما تقوم
الانتخابات ركيزة للشرعية، ولكن هذه المقبولية لا تستمر إلا بالإنجازات، والإنجازات تتم بالأساس عن طريق ملف الخدمات. لابد ومن تلبية، والخدمات مرتبطة بالمواطن، وهذا ما دعانا دكتور وضيوف الكرام بأن نأخذ حصادنا الرمضاني لمدة 30 يوم طيلة أيام الشهر الفضيل، نأخذه بمواضيع اجتماعية ولكن بإطار سياسي. قبل ما أنتقل الأستاذ حيدر، يعني أطلقنا إحنا استطلاع لآراء المواطنين حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وسألناهم هل هنالك إرادة خارجية لا تريد التطور في مجال تقديم الخدمات في العراق، وراح نستقبل إجاباتكم وتأييدكم بنعم أو لا على مواقعنا الرسمية، وبالتالي راح نعلنها في نهاية الحلقة. الأستاذ حيدر مجيد، وجدد رحاب حضرتك. اصطلح لنا الدكتور عامر حسن فياض بأنه العوائق المؤسسي. طيب، لما عملية سياسية 18 عام ولكن هنالك عوق مؤسسي، هذا العوق هل هو بقصور ذاتي أم كان هنالك تحديات كبيرة، حربنا قاعدة، داعش، غيرها، فساد إداري، بالتالي هذه التحديات اللي فرضت علينا من الخارج شقد كان أثرها في عدم تمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجبها بخدمة المواطن؟ مساء الخير عليكم وعلى الأكارم ومشاهدين أيام. ما تطرق للدكتور عامر يعني هو حقيقة وواقع، وأيضا هنالك الكثير من التحديات والأزمات. نعم، هنالك عوق مثل ما قلت حضرتك، مؤسسات تلكؤ، حالات فساد شخصتها الحكومات المتعاقبة. أيضا العامل الأساس والأهم هو الأزمات. العراق ما تعافى، يعني إذا يريد يتعافى يمكن أشهر من أزمة، ينهض من أزمة توقع براسه خمس أزمات، بدءا من يعني من بعد 2003 ولغاية الآن. احنا العصابات الإرهابية والتكفيرية بمختلف مسمياتها، آخرها عصابات داعش الإرهابية، هذه بالتأكيد أثرت. هنالك أزمات سياسية فيما بين الكتل السياسية، حس أنا بعيدة عن عملي وتوجهي، لكن هي حقيقة كانت موجودة أيضا باعتراف الجميع. كذلك الوضع الاقتصادي للبلد وأيضا جائحة كورونا، كل هذه أثرت على سير العملية دوران عجلة الاقتصاد في العراق. احنا لن نروح بعيد ولا نريد نتهم الحكومات المتعاقبة، لكن هي حقيقة على أرض الواقع. نجي من سنة 2014، أكثر من 5000 إلى 6000 مشروع متوقف ومتنكر، يعني هذا الرقم عملاق. لو ماشي الأمور مثل ما خططت لها الحكومة في حينها والحكومات اللي بعدها، الآن وضع العراق يختلف. لكن في سنة 2014 العراق تعرض إلى هجمة من عصابات داعش الإرهابية، أدت إلى احتلال عدد من مدن ومحافظات العراق. كان رأي الحكومة طبعا صاحبها وضع اقتصادي، هبوط أسعار النفط وتذبذبها، ما كان من الحكومة إلا أن تتخذ قرار بإيقاف تمويل هذه المشاريع وتوجه كامل الموازنة تقريبا باتجاه القوات الأمنية والحشد الشعبي لدعمها بالسلاح وبعض الأمور اللوجستية الأخرى. بالتأكيد نجحت قواتنا الأمنية وحشدنا الشعبي بدحر هذه العصابات الإرهابية. رجع العراق يتعافى بعد انتهاء فترة عصابات داعش الإرهابية. في سنة 2019 حكومة السيد عادل عبد المهدي وضعت في برنامجها الحكومي فقرة خاصة لمتابعة المشاريع المتلكئة، وكان هنالك ضمن البرنامج الوزاري هو متابعة هذه المشاريع، وبالفعل تم استهداف 1065 مشروع في عموم العراق في جميع القطاعات. بالفعل كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة هذه المشاريع، تم تخصيص الأموال اللازمة، تحركت الفرق، أنا كنت أحد أعضاء هذه الفرق إلى المحافظات، غالبية المحافظات زرناها وطلعنا على المشاريع. هنالك مشاريع نسب إنجاز متقدمة، لكن بالتأكيد أربع سنوات خمس سنوات متوقفة، تعرضت إلى اندثارات، تعرضت إلى مناقلات وسرقات، بدأ العمل يمشي على وتيرة. 2019 تظاهرات اللي عمت كل أنحاء مدن وأنحاء العراق، توقف العمل أيضا، تأخرت العملية لمدة سنة،
استقالة الحكومة، تأخير تشكيل حكومة، عدم وجود موازنة، أيضا انركنة هذه المشاريع في حينها بعد تشكيل الحكومة الحالية حكومة السيد الكاظمي، أيضا كان هنالك متابعة للمشاريع المتوقفة والمتلكئة. لكن احنا نقول هذه المرحلة نعم ظهرت جائحة كورونا في نهاية حكومة السيد عادل عبد المهدي وبداية حكومة السيد الكاظمي، هبوط أسعار النفط يعني وصل البرميل بلا ما دون الصفر، أثر العراق شهرين ما عنده فلوس يدفع رواتب للموظفين، فهذه أزمة أخرى إضافية تضاف إلى هذه الأزمات. لكن الآن الحمد لله والشكر احنا كأمانة عامة لمجلس الوزراء وكبرنامج حكومي ووزاري استطعنا تحريك عشرات المشاريع، هنالك نهضة عمرانية في عدد من المحافظات، هنالك استهداف المشاريع، هنالك تعاقدات، هنالك اتفاقية صينية فعلت، هنالك اتفاقيات أخرى مع دول الجوار. الآن العمل يسير على وتيرة عالية. الخطة الحكومية المقبلة ضمن البرنامج الوزاري اللي تعمل عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء الآن هنالك توجه لإحداث ثورة عمرانية في كل المحافظات تشمل جميع القطاعات، خدمات أساسية، بنى تحتية. المواطن العراقي يحتاج الكثير. وجه ترحاب حضرتك أستاذ فلاح الجزائري، يعني العنوان محافظ بغداد الأسبق، ولكن حد معرفتنا بحضرتك أنك لم تكن رجل مكتب بقدر ما كنت رجلا ميدانيا، وهذا اللي راح يدعونا أنه نفتح محاور الحديث ليس فقط عن أطراف بغداد وهو اختصاص المحافظة، بل داخل بغداد وأطرافه، بل وحتى المحافظة. نبدأ من الطرق والجسور اللي تسمى بطرق الموت، بالتالي هذا الملف الكثير من الجهات مسؤولة عنه، وزارات، محافظات، غيرها، حصد أرواح الكثير من الناس. هل من المعقول أن يبقى هكذا ملف متلكئ لغاية اللحظة وإحنا نشوف أكو قشط شوارع في نهاية العام الماضي ولحد الآن ما منجزة، يمكن تبليط بارتفاع 5 سنتيمات، هذه الأمور لربما حتى المواطن ما قامت تعني له شيء لأنه مدى وجرح. شكرا جزيلا لك يا أستاذ أحمد، وتحية لك ولضيوفك الكرام الأساتذة المحترمين ولجمهوركم هذه القناة وكوادركم الطيبين، وأيضا مبارك لكم هذا الشهر الكريم وهذه الأيام المباركة. والحديث عن الخدمات يعني له بداية وليس له نهاية حقيقة. الخدمات، الاستقرار الخدمي هو استقرار أمني حقيقة، ومن خلال عملنا بالمحافظة الكثير من مفاصل الدولة وكثير من التأخر والأزمات التي تحدث عنها أستاذ حيدر الخدمية هي سببها سوء التخطيط في إدارة المؤسسات الحكومية، وأيضا سببها الرئيسي هو أنه إحنا كوزارات موجودة كوزارات اتحادية تعيش عبارة عن كانتونات ودول داخل دولة، وهذا مشكلة وعانينا منها في سواء في محافظة بغداد أو حتى على المستوى الخدمي في كل المحافظات. يعني الكثير من المشاريع الخدمية المتوقفة نحتاج إلى تصفير المشاريع اللي يتحدث عنها سعد حيدر ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنه الكثير من المشاريع بين وقف 347 قرار 347 اللي أوقف من 2014 كل المشاريع حتى اللي واصل إلى 90% أو أكثر، وبالتالي هذا فرصة لأن تكون هناك اندثارات وأموال جديدة وأموال ذلك. إضافة إلى ذلك أنه بدأت الأزمات تتوالى وليس هناك معالجات حقيقية في إنضاج فكرة معينة، وإنما نعمل عادة بخطة وبتخطيط ردة الفعل، يعني تظهر مظاهرات نروح نعالج مشروع معين لمؤقت. وحقيقة يعني نحن في محافظة بغداد يعني مثلا لحد الآن نعالج قضية أزمة السكن وأزمة النزوح والعشوائيات وقلة الأبنية المدرسية وبوابات بغداد والقطار المعلق اللي المواطنين يسألون شنو القطار المعلق، اللي دفعت عنه محافظة بغداد فقط تصاميم أكثر من 50 مليار، فقط تصاميم يعني أوراق دفعت محافظة بغداد لتصاميم القطار المعلق أكثر من 50 مليار. وللأسف ما نرى في الدولة العراقية أو في الحكومة العراقية أو كل مؤسساتها أن يكون هناك جسد واحد في التعاون في تقليص الفجوة أو تقليص حجم سوء الخدمات والأداء.
يعني بوابات بغداد حقيقة لا تليق أن تكون لقرية، فكيف ببالك عاصمة؟ تحدثت جنابك عن الإكساء وما إلى ذلك. نحن في محافظة بغداد نعاني من أمرين. الأمر الأول هو التوسع الجغرافي والطبيعي للأراضي الشاسعة للأطراف في محافظة بغداد، واللي عشوائي لو نظامي هذا التوسع عشوائي، طبعا عشوائي، احنا راح نوصل إلى 2000 عشوائية. فهذا العشوائي للأسف ماكو فد إرادة حقيقية في إيقاف أولا، يعني مثل الجرح، أول شيء أوقف الجرح ومن ثم أعالج هذا الجرح. احنا لا تزال تنزف بغداد، وبغداد من الناحية الأمنية، من الناحية الخدمية، من الناحية الجغرافية هي عبارة عن ثوب ممزق. حتى من الناحية الاجتماعية الكثير من المشاكل الاجتماعية الآن بسبب هذا النزوح والهجرة الداخلية التي يغض الطرف عنها. إضافة لذلك يمكن أضيف لك فد أمور، يعني الآن الخدمات قد توقفت سببها الوزارات الاتحادية، ويلقى بكرة النار هذه على المحافظة وعلى أمانة بغداد دون الوصول إلى العلاج الحقيقي. يعني مشاريع الماء، مشاريع المجاري، مشاريع الإكساء، مشاريع الطرق، نقلت إلينا دوائر حقيقة نقل عشوائي، نقل وهمي، نقلت إلينا هيكل أجوف من هذه الوزارات، وهذا نعالجها للأسف معالجة ترقيعية، يعني مجرد تخدير. يعني مشروع ماء النهروان تتحمله محافظة بغداد وهو ملقى على عاتق وزارة البلديات، مشروع مجاري الطارمية واللطيفية والمناطق الأخرى، المعامل، ولحد الآن عندنا مشاريع متوقفة بسبب وزارات البلديات والصناعة. لليوم عندنا أكثر من 1000 مدرسة وأكثر هدمت سببها مشروعها محال إلى النزاهة وما نعرف الحل، سببها وزارة الصناعة أخذت الأموال وهدمت المدارس، والآن الأراضي في محل تجاوز. محافظة أو مجالس المحافظات وبين وزارة التربية، وهذا أيضا ملف معقد. تسمحوا لي ما دام تحدثت حضرتك بلغة الأرقام مشاهدينا الأحبة، نذهب لما تقدمه لنا الزميلة نور العلي من تقرير بلغة الأرقام، ومن ثم نفتح محاور الحديث مع ضيوف الكرام. مرحبا بكم أيها الأحبة أينما كنتم. أيها الأحبة، نعيش اليوم أوضاع سياسية خطرة ربما تنفتح على ما لا يحمد عقباه، ذلك بسبب الصراع السياسي المحتدم بين القوى والأحزاب السياسية العراقية، ما أدى إلى عدم احترام المواد الدستورية وأيضا إلى عدم احترام القوانين، وعدم أيضا عدم الالتفات إلى يعني مصالح الشعب العراقي، مصالح الناس التي يعني باتت على طاولة، المفروض أنها تكون على طاولة مجلس النواب لإيجاد حلول جذرية وناجعة لكل المعضلات التي يواجهها أبناء الشعب العراقي، وهي كثر طبعا بدون أدنى شك. هذا هو السبب الذي أنتج ما سمي بالانسداد السياسي. الانسداد السياسي مصطلح كثيرا ما بطنا من جديد. حياكم الله مشاهدي الأحبة، ومباشرة لحضرتك الدكتور عامر حسن فياض. يعني الضيوف الكرام نصوا على أنه هنالك جزئية بتقاطع الصلاحيات أو ما نسميه بخلط الأوراق والمسؤوليات المتفاوتة بين أكثر من دائرة وجهة رسمية أو شبه رسمية أو جهة مستقلة، بالتالي ضاع دم المواطن العراقي بين القبائل. يعني حتى الجهات الرقابية، هيئة النزاهة سابقا، مكاتب المفتشين العموميين، لربما لم يصلوا إلى نتائج مرضية ومعلنة بملفات يتم حسمها، لأنه تداخل الصلاحيات ماذا سبب من تراجع بهذه المشاريع وبالتالي ألقت بظلالها السلبية على المواطن العراقي دكتور؟
الماضية من نجي إلى برنامجها نشوف البرنامج ما خيالي، يعني وكأنما سيذهب بالعراق إلى مستوى دولة أكثر من متقدمة. أنا بتصوري الحكومة إذا أرادت أن تكون ناجحة عليها أن تخرج ببرنامج وبنقطة واحدة، هذه النقطة عنوانها برنامج، وخصوصا للحكومة القادمة. يعني خلينا دائما السياسة من نتحدث عنها هي مو حل مشكلة قائمة، هي أيضا حل لمشاكل قادمة. يفترض الحكومة القادمة، يعني أنا أرجوها أن تتقدم ببرنامج. سيف فلاح الجزائر يقول أن المواطن هو خلق هذا الجرح باعتباره يبني هذه البيوتات عشوائيا. طيب المواطن ما شاف أكو فد ركيزة أساسية لما 50 مليار دولار لو دينار للقطار المعلق، 50 مليار دينار فقط تصاميم حبر على ورق، ولا زال القطار معلق على الورق. ما ننكره، شو نقول؟ الخارج دائما يريدك انت مستهلك، ما يريدك منتج، لانه حتى هو ينتج وانت فقط تستهلك. وهذا هاي من شيمة الغرب الرأسمالي المتوحش، ما يريدك انه تكون عندك معامل، يقول لك اتعامل انا وياك، انتو تجار صغار عندي مو صناعيين. فلذلك الخارج يوقف الإنتاجيات ويشغلك على الاستهلاكيات. هذه مسألة مهمة في موضوع السياسة. بموضوع سوء الإدارة، احنا اللي عندنا شنو؟ التخصيص ينبغي أن يكون مركزيا، الصرف شاهدنا من خلال الواقع أستاذ حيدر بأن موازنات خصصت لمحافظات وتم إرجاعها كما هي. محالة ولا مشروع بالواحد وعشرين حالة ثلاث مشاريع فقط وانتهت الواحد وعشرين ودخلنا الاثنين وعشرين. طيب
احنا راح نتحدث ايضا عن هذه الموازنات الضخمه او اللي يسماها المواطن موازنات انفجاريه، لما وفق برنامج حكومي تقسم لكل وزاره لها حصصها، تروح للبرلمان، هناك في البرلمان يعاد صياغتها وفق مقاسات برلمانيه، ما نريد نقول حزبيه، نعم، وفق مقاسات برلمانيه، وتفرض على الحكومه تعال ننفذ ما احنا قسمنا. طيب هاي الاشكاليه بين التنفيذي والتشريعي كانت منتجه للمواطن العراقي؟ حسنت الخدمات لو اصبحت سياسه تبريريه للحكومه بانه اللي طلبناه ما حققنا يا البرلمان، بالتالي احنا قاعدين وساكتين. يعني هو حقيقه فعلا، يعني احنا نحكي عن الموازنه 21 عندما قدمت الحكومه العراقيه موازنتها، ضمنت بها مبالغ لتعيين موظفين، درجات الحذف والاستحداث، ايضا هنالك عندنا عقود 315 وعقود المحاضرين المجانيين وبعض المستحقات الماليه، لكن مجلس النواب ارتأى ان يرفع بعض يخفض من النفقات بالتزامن مع ازمه جائحه كورونا والازمه الاقتصاديه، حفاظا على الموازنه والتوازن. توقفت هذه التعيينات وايضا مخصصات بعض العقود ايضا توقفت واجلت الى الموازنه الاخرى. نعم، يعني هذا قرار برلماني ونعرف احنا القانون واجب التنفيذ، الان ماكو تعيينات ولا عقود ضمن هذه الموازنه، وهناك كثير من الخريجين ينتظرون التعيينات على امل ان الموازنه المقبله تتضمن هذا الموضوع. الموازنه المقبله استاذ حيدر يمكن يعني قانونيا راح تكون هذا البرلمان الحالي يقدر يطرها والحكومه الحاليه تقدر ترفع موازنه لو الا على الحكومه الجايه وفق برنامجها الحكومي. بالضبط، يعني الحكومه الحاليه اذا ارادت تعد الموازنه، يعني تقريبا الموازنه الان الوزارات كلها واحد جهزتها، طبعا هو صرف بموجب قانون الاداره الماليه 1/12، لكن كوزارات هي جهزت موازناتها رفعتها الى وزارتي التخطيط والماليه، لكن الحكومه الحاليه من وجهه نظرها انه متناقش الموازنه وترفعها الى مجلس النواب حتى تخلي مجال الى الحكومه المقبله، ممكن الحكومه المقبله عندها رؤيه خاصه، رؤيه اخرى تختلف عن رؤيه هذه الحكومه، حتى ما تجي الحكومه المقبله مجبره على انه تنفذ هذه الموازنه، خلي هي تسوي الموازنه بحسب برنامجها الوزاري. لكن احنا نرجع على موضوع المشاريع. موضوع القطار المعلق، نعم، كان حبر على ورق منذ سنوات طويله بنته محافظه بغداد، الان احيل تغيرت جهه التنفيذ من المحافظه الى وزاره النقل. العقد موجود مع الشركه الفرنسيه وهنالك شركه هونداي البديله، راح يكون التصاميم تقريبا هي اقرت نفسها، ان شاء الله سيدرس ضمن الموازنه المقبله وستتم مباشره به، اعتقد سنتين الى ثلاثه فتره العمل بموضوع القطار المعلق. عندنا خلال هاي السنتين اللي راحت كثير من المشاريع تحركت، صارت حركة عمرانية في عدد من المحافظات من ضمنها بغداد، انصرفت أموال، بالتأكيد هذه المشاريع شغلت أيادي عاملة. احنا خير مثال عندنا محافظة ذيقار، الآن على أرض محافظة ذيقار 206 مشروع في ضمن صندوق الإعمار. أيضا مشاريع المتوقفة والمتلكة، كان هنالك الكثير من المشاريع في ذيقار. وضع ذيقار كان استثنائي، يعني نعم كل العراق صار فيه تظاهرات، كل العراق قدم ضحايا، كل العراق قدم شهداء وجرحى، لكن محافظة ذيقار كانت لها خصوصية، كانت هي متبررة أكثر من بين المحافظات، فكانت بحاجة إلى خدمات. عقدت جلسة طارئة لمجلس الوزراء، تمت مناقشة الوضع الاقتصادي للمحافظة، صدرت على أثرها قرارات 142 لمتابعة المشاريع المتوقفة والمتلكئة، 139 لصندوق الإعمار. الحمد لله يعني استطاعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال شهرين إلى ثلاثة إعداد وتجهيز وإحالة وإدراج وتعاقد ومباشرة ب 206 مشروع. والأستاذ فلاح يعرف، خلينا نتكلم اذا عندك مشروع واحد يمكن تبليد شارع ايش قد يراد لفتره حيله، هذا جهد استثنائي حقيقه. الامانه العامه لمجلس الوزراء كان دورها تنسيقي فيما بين الوزارات والجهات غير المرتبطه بالوزاره والمحافظات، وهي تعد جدول اعمال مجلس الوزراء، لكن الان منحت صلاحيات كبيره، صارت تشرف على مشاريع في عموم العراق، تشكلت دائرة للمشاريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. عندنا ذيقار حكينا عنها، التوجه إلى النجف خلال الأيام القليلة القادمة، هنالك حركة راح تكون في محافظة النجف،
افتتاح عدد من المشاريع. نعم. طبعا هو الحديث طويل يعني فضلا عن المدارس وغيرها، احنا متابعين حضرتك كثير من المفاصل. نعم. المدارس المتلكه عندنا في بغداد، مشروع طريق الدوره يوسفيه، مشروع تاهيل وتطوير مداخل بغداد الخمسة أيضا نتحدث عنه. نعم. فعلا مداخل بغداد لا تليق بها، لكن هذا المشروع الآن تمت المباشرة به. طيب. أن مدخل بغداد كوت ومدخل بغداد ديالة تمت المباشرة به، بقية المداخل الثلاثة محافظة بغداد أحالتها إلى الشركات. الآن وصلنا إلى مراحل متقدمة، المداخل راح تكون بشكل لطيف يليق. نعم. ببغداد عرض الشارع راح يكون 100 متر، هنالك ساحات للتبادل التجاري، اماكن خاصه لانتظار المسافرين، طريق الدوره يوسفيه ايضا وصل الى مراحل متقدمه. من المفترض بحسب الخطه انه خلال ما بين شهر الحزيران الى اب يفتتح، هذا ايضا راح يفك من الاختناقات المروريه. عندنا مشروع معالجه ملوحه حوض نهر الفرات في محافظات الديوانية والمثنى وذيقار، ومعالجة ظاهرة التصحر وتحويل المساحات الصحراوية إلى مساحات خضراء أيضا العمل الآن. هذا نتمنى أيضا تكون هذه المشاريع تكون متواصلة يعني حتى بالحكومة المقبلة. الطريق الحلقي، نعم نعم، الطريق الحلقي الآن فقط موضوع إعداد التصاميم، وأكو مشكلة حقيقة هو تقريبا طوله 90 إلى 100 كيلومتر، أكو بعض التعارضات. يعرف الأستاذ فلاح أنه هذه تحتاج إلى تدخل حكومي، تحتاج إلى تنسيق جهد فيما بين المحافظات. نعم. لغرض إزالة هذه التعارضات والمباشرة به. طيب. هذا مشروع حيوي واستراتيجي جدا، كلش راح يخفف الازدحامات اللي احنا نشهدها في بغداد. استاذ فلاح الجزائري، استاذ فلاح يعني المواطن من خلال متابعته، المواطن هم صار محلل سياسي، صار مقاول، صار مشرف على اداء الحكومات، يعني بطبيعه السلطه المتاحه له المواطن احد اركان الدوله. المواطن بدا يحلل يقول في نهايه 2021 اخر شهر تم احاله المشاريع الى المقاولين، يلا بلشوا هسه شويه يشتغلون وكذا. السنة المضت يعني ليش ما اشتغلوا؟ الموازنة أقرت قبل هذا الوقت بكثير، ليش ما بلشت هذه المشاريع؟ ليش آخر شهر من السنة يلا بدأت تطلق هذه المشاريع؟ أستاذ أحمد، هي هاي نعاني منها من شكلة الحكومة ولليوم، يعني في زمن الميزانيات الانفجارية عادة كانت تأتينا على 3 وجبات، وكانت آخر شيء تجي بشهر 10 وشهر 11 تجيك فد ميزانية انفجارية يكون انت تصفيها لحد 31/12. طيب. حقيقة طبعا هي هذا سوء التخطيط اللي تحدثنا عنه واتفقنا عليه. لو كانت الموازنة تأتي وفق خطة اللي انت وضعتها، المحافظة البلدية الفلانية، الدار الفلانية، الوزارة الفلانية، اعتقد راح تحاسب على التوقيتات وعلى نسب الانجاز. اما انه انا توضع لي اياها بشهر 11 وكون انا اوضع أنجز وأنفذ وأصرف وكذا، طبعا كثير من الدوائر ينتهي عمله بشهر الواحد وشهر الثاني، ولكن يرجع يخالف مخالفة قانونية في توقيعه بتوقيع السنة الماضية حتى قبل 31/12 حتى لا يدخل في المخالفة القانونية. أعتقد هذا يعني سوء التخطيط الواضح. ما أجت حكومة لليوم بعد التغيير، ما أجت حكومة وقالت هذه خارطة الطريق لمدة 5 سنوات أو ما يسمى سابقا بالخطة 50 أو 20 أو إلى ذلك، وأحيانا يلزمون أنفسهم مثل ما تحدثت أن المواطن صار هو المحلل السياسي وهو المقاول وهو الخبير وهو الكذا نتيجة هموم اللي مر بها، فقام يعرف الخطوات. ما أجت دائرة أو وزارة أو حكومة ووضعت توقيتات لعملها، بل ألزموا نفسهم بخارطة الطريق ناضجة مثل ما تحدث جناب الدكتور انه رفعت السقف العالي للتطور، ها، ونحن بنى تحتية حقيقية ما عندنا. يعني احنا لليوم نعاني في محافظة بغداد من الترهل الموجود وسوء التخطيط الموجود، وايضا سبب فشل الدوائر الاخرى، الوزارات الاخرى، وقانون 21 اللي قانون ما اعرف شلون صياغته كانت، بحيث نقل ان مجموعة وزارات لم تكن واعية في قضية النقل ونعاني منها. تصور يعني أنه نقلت لدينا مديريات الصحة مثلا ومديريات التربية، هذا أبسط مثال بسيط، والمديريات الستة كتربية ومديريتين الصحة هم مدراء عامين أصالة، يعني مدير عام أصالة، ولا يوجد في هيكلية المحافظة درجة واحدة بدرجة مدير عام أصالة. تصور.
تمام. زين، واحنا غير مهيئين ان نستقبل مئات الالاف من الموظفين. جانب الاخر، انا تحدثت عن النزوح والعشوائيات، كنت نظم بقانون وذول مواطنين، ولكن عندما اريد ان اكسي شارع او امد بوري انابيب انبوب مجاري بقطر الف مثلا في هذه السنه، يراد سنت الله انه اشيل هذا بالالف اسويه ابو الالف ونص ابو الالفين، لانه مقدار حجم التمدد الافقي لهذه المنطقه العشوائيه قد ازداد. الناس فلاح ما تعتبر ان المواطن كان هو عدو للمواطن، باعتبار ان الوزاره من نتحدث عنها هي مو بشخص الوزير فقط، الموظف البسيط حتى لو كان تخطيط دولة. الموظف لما يمرر صفقات بها فساد او شبهات فساد، العامل البسيط لما ما ينصح بشغله، المقاول لما ياخذ الاموال وما يؤدي دوره. طبعا استاذي، طيب هسه احنا رجعنا مواطن قباله مواطن. استاذي احنا تدري سنويا واحنا تحدثنا ويا الاخوه في المستوى الرفيع في الدوله، يا اخواني النفط موجود في وزاره النفط، والادوات الاخرى الوسائل العمل موجوده في وزاره الصناعه، من الفلار من الحصى من الكذا، لدينا معامل اسفلت احنا في محافظة بغداد، وبدل ما نصرف لنا 100 الى 120 مليار سنويا فقط اكساء، طيب تعال خلينا نجعل خارطة طريق وفريق متكامل، ونعمل بهذه الفريق المنسجم كهرباء والنفط والصناعة والمحافظة والأمانة، ونستطيع ان نكسي ونعمل انابيب وما الى ذلك. نفس السائق، نفس السائق لسيارة الاسفلت او التبليط يقول لك سيطرة الامريكان كانت توقفني 5 ساعات 6 ساعات لانه المعمل خارج بغداد وما يخليني ادخل لبغداد، بالتالي لما يدخلني بعد فتره هذا الاسفلت يلحق يبرد ينتهي مفعوله، فمجرد ادخل وارجع لنفس المعمل. لا احنا عانينا من هذا الموضوع من خلال جسر، اصلا جسر لا يمكن ان تعبر عليه، ايضا القوات الامنيه ما تسمح للجسر خاصه في جسر دياله وما هالمناطق ما تتحمل الاحمال الثقيله، وايضا لازم ينتظر ويفترع على مكان اخر و تبرد ايضا هذه المواد. تحدث الدكتور على قضيه التخصيص وانتزاع التخصيص، تدري احنا البرلمان ايش صوت في السنوات الماضيه على استقطاع 20% من ميزانيه تنميه الاقاليم لمحافظه بغداد الى امانه بغداد، ونحن كمجلس محافظه وكمحافظه ما عندنا سلطه في مراقبه مدير شعبه بل موظف واحد في امانه بغداد، ونحن نعطي 20% من ميزانيتنا. يعني هذا اعتقد المفروض يصير به تخطيط ناضج على قضيه انه هذه العمل والتخصيصات والاموال والمدارس. اتحدث مع رجل رفيع بمستوى رئيس الوزراء عن مقدار العشوائيات اللي صارت على قناه الشرطه، وقلت له ترى بغداد ومدينه الصدر تغرق سنويا، راح تغرق اذا مطرد، بسبب انه ما عندنا منافذ، لان قناه الشرطه تم التجاوز عليها عشوائيات، وقناه الجيش ايضا غير مسموح لك لانه المقاول لازم تاخذ من عده، وتعال يعني تعامل مع الموضوع كانه كلام مجرد كلام وما صارت. وايضا اي واحد من جنابكم يروح يشوف مقدار التجاوزات اللي صارت والعشوائيات اللي بنيت على قناه الشرطه اللي عدمتها. لليوم احنا نعاني، وتحدث الاستاذ حيدر على قضيه مشروع البناء المدارس، وحقيقه احنا اعطينا الاراضي ونجي نصطدم في وزارة التخطيط انه هذه الارض لازم تجيبونا متطلبات الادراج الها. يا اخوان هذه الارض تابعة للصناعة، تابعة للمالية، تابعة للزراعة، روحوا احجوا ويا الوزارات الاخرى وجيبونا استثناء يا سيد رئيس الوزراء انه اي منشئ حكومي اتحادي لاي ارض تابعة لاي وزارة غير مستغل خلوا نروح ننفذ عليه منشئ مدن صناعية ومدن صحية ومستشفيات متوقفة ومشاريع وهمية بعضها وبعضها متوقفة، ليش ما نروح نصفرها نشوف شنو أسباب التلكي، ليش أسباب التوقف، ليش إحنا ندس سنويا كذا ألف مواطن بالتدرج أو نسمونه الإخلاء الطبي، بينما عندنا مستشفيات ممكن أن أعينها وأحولها. أعتقد الراد السادي العزيز والأخوة الكرام شاطرون هذا الحديث، نحتاج إلى رؤية في إيقاف التدهور فعلا، رؤية ناضجة مو كلام إنشائي، سأعمل سأبني سأعمر. يا أستاذ العزيز إحنا بغداد تشكل أكثر من خمس العراق. نعم، ما تفضلت به أستاذ فلاح يعني في سياق تقريرنا الآتي مشاهدينا الأحبة، تعاني معظم المدن العراقية من تهالك شبكات الصرف الصحي وإنهاك طريق للطرق وتراكم النفايات. موسم الأمطار مثلا
يسبب هذا الخراب بوقوع أزمات جديدة تتمثل بغرق الأحياء السكنية، وهنالك بعض الطرق الرئيسة تتلف، وحتى موضوعة المياه الآسنة في هذه الطرق وغيرها من المجمعات أو الأحياء السكنية. خلونا نشوف تقرير الزميل علي حبيب، ومن ثم نتمم الجزء الأخير من جلستنا الرمضانية. يتطوع قاسم بمرافقتنا في جولة بدراجته الهوائية بعد أن فقدنا بوصلة الاتجاه للمكان المنشود، فشبكة الشوارع لم تجد طريقها بين أكوام النفايات بعد. المشاهد صادمة بمعنى الكلمة، وكأن الماضي البعيد يتسلل إلى الأذهان عند المرور بالطريق المتعرج المؤدي إلى منازل متفرقة بسيطة وبأبواب حديدية. احنا مجرد كلام، يعني ما قاعدة جاي ينفذ لنا. حكومة ملتهية كل من على مصالحها وكل من على شغلته، واحنا ما حد إلا شغلة بينا. مثل بالعرب يقول الشبعان ما يعرف بالجوعان. الله وكلك وضعية تعبانة للأخير، وانت تشوف الحالة بعينك. هو اللي عنده ويمتلك شيء يقعد في هيك مكان؟ وباعتبار أن مصائب قوم عند قوم فوائد، فإن صاحب هذه العجلة المتعارف عليها شعبيا بالستوتة قد وجد رزقه في هذه البقعة المحاطة بالحياة البدائية. فألفية القرن الحادي والعشرين يبدو فيها أن هذه المناطق خارج نطاق الخدمة. عندك المي ماكو، عندك الكهرباء ماكو، إذن اثنينهن. احنا عندنا مي ننقل عندنا بالستوتات، عندك طيلة هذا الصيف احنا ننقل، ما نعرف نقدر نعرف لا نقدر نشتغل ولا نقدر ننقل المي. من اثنينهن احنا ذني عندنا اللي تعبانات، عندنا المي، عندك هاي الشوارع انت تعرف شوارع تعبانة. مناطق غارقة في وعورة التضاريس تحكي صور معاناة وافتقار للخدمات، وتشير بأصابعها لضمائر قد فسدت. معسكر الرشيد شاهد مصغر وعينة تشتكي انعدام الخدمات في العراق، منطقة على جنباتها تلال من النفايات وشوارع محفرة لم يمسها التأهيل بعد، وهواء مثقل بروائح الفساد. والأسوأ أن كل تلك المناظر مجتمعة في قلب العاصمة العراقية بغداد. علي حبيب، الأيام. من جديد حياكم الله مشاهدينا الأحبة، ووجد الترحاب بضيوفي الأكارم. ومثل ما سألناكم عن الإرادة الخارجية اللي تتحكم بعجلة الإعمار أو عجلة التطور في العراق، هذا السؤال استطلاع أيضا راح أحيله لضيوف الكرام حتى نشوف بإجابة واحدة على من يقع اللوم وبمن تتم الإشادة. الدكتور عامر حسن فياض، إرادة خارجية تتحكم بكل هذه المفاصل وما تريد العراق أنه يتطور؟ قاسم، الحقيقة احنا نتحدث عن مسؤولية، هي مسؤولية من؟ المسؤولية موزعة، يعني مرة ما بين الخارج والداخل، ومرة ما بين الداخل نفسه. يعني أنا التقط من حضرتك كلمة أنه المواطن هو ضد المواطن. السبب الأساسي لو نرجع للخارطة، خارطة الأفراد عندنا بالعراق، سنلاحظ بأن هذه الخارطة مصنفة إلى أربعة أصناف. إحنا بالعراق عندنا أربعة أصناف، عندنا الأتباع، وعندنا الرعاية، وعندنا الزبائنية، وعندنا المواطنين. أضعف الأصناف في العراق هم المواطنين. فراح نرجع السبب في هاي التلفؤات أو المسؤولية يتحملها الجميع لسبب بأن أنت ضمن وحدة سياسية اسمها العراق، المواطنية فيها ضعيفة، المذهبية فيها قوية، التبعية فيها قوية، الزبائنية فيها قوية. أضعف الأصناف بالعراق هي صنف المواطنين. فما يجوز في بلد مواطن يقف ضد مواطن. فاللي تحدثت عنه حضرتك أنه المواطن ضد المواطن، هذه خلينا نتعمق بيها. ربما مواطن ضد تابع، أو تابع ضد مواطن، أو أحد الرعاية ضد مواطن، لأن هذه انتمائية. المواطن انتماء لوطن، التابع انتماء لمتبوع، أحد أفراد الرعاية انتماء لراعي، الزبائنية انتماء فقط لسلطة عيشة، وهكذا. هذه من حسها، يعني
احنا في ابسط الحالات نلاحظ عند العراقيين من يصعد بمرفق عام ما يهم المرفق العام اذا ذب الوسخ فيه مثلا، ما يهمه ببيته ما يذب الوسخ، لكن بالمرفق العام يذب الوسخ. هذه مسألة المواطنية، يعني تعميق المواطنية هي اللي تخلينا نخرج منها. العراق هو بيته. شوف احنا العراقيين يعني هيش وهيش، شوف العراقي هو صاحب القلب الطيب بدون استثناء، ابو ترحاب همه، يعني شوف هسه حتى اللي يطلع بوسائل الاعلام او بالاماكن العامه بالمقاهي من تشوفه ينتقد بحرقه حتى يصل الى شتم الحكومه شتم السياسيين، بس من يقعد يصفن بينه وبين نفسه يتذكر العراق تلقاه يحب بلده ويحب شعبه ووطنه. المشكله هي اراده داخليه. احنا نحتاج اذا نقول اراده حكوميه موجوده، احنا نحتاج الى تناغم، لازم الاراده الحكوميه تقابلها اراده ودعم برلماني، توحد جميع الكتل السياسيه. نعم هنالك اختلافات، هنالك مصالح، هنالك بعض القوانين تحتاجها هذه الكتله، هذا من حقها، هذا الديمقراطيه رسمها موجوده بالدستور، هذه موجوده. لكن احنا خلينا نجتمع على هم العراق، على تقديم الخدمه الى العراق، وفي حال تحقق التناغم هذا، اذا المواطن احنا نعول على وعي المواطن، اذا المواطن ما وقف ويا السلطتين التنفيذيه والتشريعيه صدقني ما راح يصير شيء. طيب. لان المواطن هو الركيزه الاساسيه والبيئه الخصبه لتنفيذ هذه المشاريع. طيب. استاذ فلاح انا مو من حزبك، فبالتالي اضع العصا في دواليب عجلتك، بالتالي حتى لا يحسب اي نجاح لحضرتك. طبعا والحقيقه المعايير الاداء وسؤالك واجابه الاخوه هو عباره عن اعتقد انه مربع متساوي الاضلاع. الجانب الدولي او الجانب المحيط سواء المحيط الجغرافي او الدولي في قضيه الشهر هذا خاصه في المشاريع الكبيره، يعني سمعنا مشروع الفاو وتاخيره وهذه السنوات، وايضا مشاريع كثيره يعني توقفت للكهرباء والماء وما الى ذلك وعلى لسان قيادات عليا في الدوله العراقيه. اضاف الى ذلك التجاذب والمناكفات السياسيه اللي انه هذا المشروع لا يحسب لك حتى تنجح ولا يحسب لفلان حتى ينجح وهكذا، وهذا الاتفاقيه ما تمضي لانه راح يقولون اي ابو اخر راح يعلى الكيرف مال الكذا مالته. الجانب الاخر المهم الضلع الاخر هو ضلع الفساد والمفسدين وهذه البؤر الفساد اللي انتشرت. قد يكون كان الفساد عباره عن اشخاص، اليوم منظومه، اليوم مؤسسات، اليوم عبارة عن كانتونات وعن مو دكاكين بل صارت بنايات. والضلع الآخر هو المواطن اللي تحدث عنه سيد حيدر، هو وعي المواطن. المواطن الواعي هو الذي يحرص على بلده وأن يحرص على المرفق العام ويحرص على ذلك، ولكن عندما يكون هو أيضا جزء من التعطيل وجزء من الخراب وجزء من بالتالي هذه المشاريع. إذن لا نبرر ساحة أحد لأنه سوء التخطيط والضعف والتبعية والرعية وما إلى ذلك هي سبب في كل هذه الخدمات. ما أريدك تنجح لأنه أنت مو من حزبي، صار الولاء فوق المهنية. ما أجيبك مهني ولا أجيبك ميداني ولا أجيبك شجاع ولا أجيبك مقبول، خاف ترتفع يرتفع سوقك براسي مثل ما يقولون، فأجيبك موالي وإن كنت مع جل احترام وتقدير للسامع غير مهني، لا تحسن من كتاب الله آيتين كذا، وثم نطبق الآية اللي تقول كلما دخلت أمة لعنت أختها. يعرض لنا الزميل المخرج مشاهدي الأحب نتائج استطلاع آرائكم، وعندما توجهنا بسؤال ببداية الحلقة هل هنالك إرادة خارجية لا تريد التطور في مجال تقديم الخدمات في العراق، كانت الإجابات بنسبة 75% نعم توجد هذه الإرادة الخارجية، و 20% قالوا ما توجد إرادة خارجية اللي بينا مكفينا، والذين تحفظوا على الإجابة كانت نسبتهم 5%. تقدم بالشكر الجزيل لضيوفي الأكارم
الدكتور عامر حسن فياض أستاذ العلوم السياسية، شكرا لحضرتك، وكذلك الأستاذ حيدر مجيد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء. أثريت الحوار أستاذ حيدر، والشكر الكثير لجنابك أستاذ فلاح الجزائري محافظ بغداد الأسبق. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.